البنات كديري لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى شي خير. المهم البنات كيتما تبعتوا معايا، الناس اللي تبعوا معايا يعني الفيديوهات ديالي يعني كي كيفهموهم الناس، يعني اللي باغين ينمي واحد المعرفه عندهم وكيبغيو يعرفوا بزاف د الحاجات، يعني يكون عندهم ان باجاج، ماشي ضروري يكون قاري هذا الشيء باش يعرفوا، لان يعني المسائل يعني بسيطه الواحد يمكن يستعملها في الدار ديالو، علاش لا ما نتقاسمهاش معاكم. كتشوفوا الزواق حنا سالينا البنات من الرجلين، واخا يعني المهم باقي شي حوايج في الرجلين ما خصتهمش كامل كما قلت لكم، راه كيحتوي على 7200 نقطه ديتيرمينيزون نيرفوز، كيحتوي على 7200، يعني ما يمكنش ليا نعدها كلها، يعني انا قلت لكم غير يعني المسائل اللي كيعانيو منها الناس بزاف، يعني قربتكم شويه شيئا ما من، اما لا جينا نعدو داكشي كامل راه ما يمكنش نساليو. دابا بحال داكشي عندنا في اليدين ديالنا كما كتشوفوا، انا مزوقه يديا وهاد اليد ماشي بحال هاد اليد، هاد اليد كتشوفوا فيها بزاف الحاجات، وهاد اليد فيها غير جوج ديال الالوان. هاد اليد فيها نفس النقط اللي كيمكننا نقيسو ونديرو بهم الماساج ريفليكسولوجي بحال، غير اليسرى كيتزاد فيها هاد البلاصه هادي وهادي غنعرفوهم شنو هما، اما بحال هادي هنا كله كاين هنا، غير هنا كيتزادوا واحد جوج ديال النقط كيتزادوا لينا، ما عندناش في هاد اليد هادي اليسريه، عندنا غير في اليمنيه. المهم البنات خليكم معايا باش غنشوفوا الماساج ان شاء الله، غادي نبداوه مع بعضنا، خليكم معايا. كيفما كتشوفوا البنات يعني عندنا لوحه فنيه معبره. يلا ها المهم هذه معايا، هذه اليسرى وهذه اليمنى، كما قلت لكم ماشي بحال، هذه اليمنى زايده بواحد جوج نقط ما كاينينش اليسريه. نبداو على بركه الله، غادي ندير هكا باش يبان لكم مزيان. غنبداو بهذا الطبيع هذا هنا البنات بهذه الطريقه، هذه بهذا لو فوس و لاندكس، المهم هاد جوج طبعان ما كنعقلش على سميتهم بزاف بالعربيه، ابهام والسبابه وقيلا، المهم سمحوا لي. كتبرك بحال هكا، هذا كديرو هنا وهذا هنا، كيف ما هادشي انه هادشي اللي هنايا يعني كاين حاجه اخرين هنايا. المهم بديت لكم دابا انا بالظهر ديال اليد، ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو هنايا هاد البلاصه هادي هاد لا فورم دو بان دو مان، هاد المهم هاد البلاصه الداخلانيه التفاحه ولا شي حاجه، ولا مهم بالفرونسي سميتها لا فورم. المهم كنبركو هكا، هذا الراس، هاد البلاصه هاد لابارتي ديال الظهر وهاد الجوانب ديالو هنا كنقدرو حتى دابا الا جانا الم الراس ولا شي حاجه كتبقاي تبركي على هاد البلاصه غير باش كتسولاجي كتخفي يعني من الالم، ماشي المهم كتعاود ما غيضرك راسك شويه غتنوضي تاخدي الدواء ولا دوليبران، المهم هنا يعني كتخفي على راسك بحال عاوتاني ملي كيضربنا الراس كنديرو هكا ولا بحال هداك الشكل هكا. هنا عندنا الراس، هنا عندنا اذا كان كيضرك عنقك ولا شي حاجه كنحسو بعض المرات بالتعب التوتر، حتى اذا كان توتر كنحسو بالعنق ديالنا ما مرتاحينش عيان، يعني العنق ديالنا كيكون عيان، كيمكن لك تخدمي هاد البلاصه هادي هاد العظم اللي عندنا هنايا. هنا كيف ما شفتو هاد العظيمات هادو العينين كنخدمو هكا العينين، وهنا الاذن، هنا الاذن تحت من الاذن كاين هنا الذراع والكتف، الذراع والكتف، وهاد لابارتي البنات هادي كامله اللي كتبان لكم خاويه هادي فيها الرئتين والصدر، هنا الرئتين والصدر يمكننا نديرو بحال هكا، بحال دابا مثلا شي واحد توقف ولا تخنق ولا كيعقر صدرو ولا شي حاجه فيه يجبد هاد البلايص هادو. هنا عندنا العروق اللي يعني كتربط اليد بالرئتين والصدر، هنا هاد الخط هذا اللي كتشوفوا بحال هكا، هنا الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز كلشي غادي يقول شنو هو الحجاب الحاجز، هذا هو الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز هو عباره عن عضله على شكل قبه والتي تنقبض
كنقابض بشكل مستمر ومنتظم خلال عملية التنفس. ملي كنبداو كنتنفسو كنقابض هاد العضلة هادي. فاش كناخدو الشهيق الحجاب الحاجز كيتقلص وكيتسطح باش كيخلي الرئتين توسع في المنطقة ديال الصدر. أما خلال الزفير هو كيرتاحي ويرجع للشكل ديالو اللي كيشبه القبة، مما كيدفع الهواء باش كيخرج من هاد القبة هادي. هذا هو الحجاز الحاجب. سبحان الله على ذلك الله في خلقه شؤون. سبحان الله خلق فأبدع. سبحان الله العظيم. يعني من كتجي تشوف هاد الشيء وكتعمق فيه يعني كتقول سبحان زعما يعني ما يمكنش شي حد غادي يدير هاد الشيء هذا، غادي يقدر على هاد الشيء هذا اللي خلق فينا الله. هاد العروق القاق وداك الشيء مقاد وداك الشيء زعما ما كاينش ديفو. سبحان الله. المهم هنا البنات هادي الغدة الدرقية، هاد البلاصة هادي كلها الغدة الدرقية. هنا فهاد العظم هذا الرقبة، العنق والرقبة بحال هنايا بحال هاد العظم بجوج كنقدرو نسولاجيو بهم نريحو بهم الرقبة. هنا البناب هادي اللي كتشوفو كبيرة، هادي المعدة والبنكرياس. المعدة هنا البنكرياس اللي بالحمر. هذا البناب هنا هذا الطيحان، هذا الطيحان، وهذا اللي هنايا هاد البلاصة هادي هاد العظم هذا هنا الركبة والرجل. هنا يمكننا نخفو الألم من إلا كان عندنا ألم في الركبة ولا في الرجل ديالنا يمكننا ندريني هاد البلاصة هادي. هنا البنات هاد الخط هذا اللي كتشوفوه دايز بحال هكا، هذا مبيض الخصية، مبيض الخصية. هاد الخط هذا الفخذ، هذا هاد النقطة بيضاء هنا هاد العظم، هذا الورك أو لا في كنقولو مهم يعني النص الورك أو نوتو. هذا الفخذ، هذا الورك أو النوتو، هذا الرحم عند المرأة والراجل بروستات عنده هاد البلاصة. المرأة هاد النقطة هادي كيمكن لها تخف بها ألم إلا كان عندها في الرحم، والراجل كذلك إلا كان عنده ألم في البروستات كيمكن ليه يخفو من هاد البلاصة هادي. هنا البنات هاد الخط هذا قلنا مبيض الخصية، وهنا فهاد الجنب هذا خط الخصر، هذا خط الخصر، وهنا الوسط ديالو مبيض الخصية، هذا كله خط الخصر وهنا مبيض الخصية. كنتمنى ان زعما هادشي يكون موضح ومهم، يعني تبداو تتبعوا الماساج ديروه اليوم غدا غادي تحدوا كاع هاد الاماكن. وهنا كما قلت لكم اللي في هاد اليد، في هاد اليد تماما كيزيد على هنايا في هاد اليد هادي اليمنى كنزيدو هنايا اللي عندنا كنتحكمو في الكبده، هاد لاطاش هادي كبيره الكبده، وهنا المراره هاد لاطاش البيضاء المراره ولا المياه الصفراء هنايا في هاد البلاصه هادي. اما هنا هادشي كله اللي هنايا بحال اللي هنايا تماما، ما بغيتش نعاود نرسم هنا الحين صعيب باش نرسم في اليسرى. المهم البنات كنتمنى الماساج ريفلكسولوجي ديال ظهر اليد يكون واضح، وخليكم معنا ان شاء الله غادي نديرو سطح اليد. ومهم يعني ديال الوجه ورا الاذن حتى هي فيها العروق، ورا حنا كلنا زعما كل بلاصه فينا فيها دي بوين ممكننا نتحكمو زعما ونسولاجيو بهم الدات ديالنا. خليكم معنا. بونجور لي في وزالي بيان. Alors comme vous voyez, il y a des gens qui vont trouver ça ridicule, mais le but de ces vidéos, c'est de cibler des gens qui aiment apprendre, qui aiment savoir plus pour avoir beaucoup de bagages. Sur beaucoup de choses. J'espère que mes vidéos sont légères, compréhensibles et utiles pour vous. Je l'espère.
Bon, quand vous allez voir, quand vous avez vu les deux derniers, les trois dernières vidéos, on a vu le massage réflexologie du pied, du haut du pied et du bas du pied. Alors aujourd'hui, on va voir le massage réflexologie du haut de main. Comme vous voyez, ici il y a beaucoup de points, comme vous voyez, mais ici il n'y a que deux points. Alors, l'important est que les points sur le dos des deux mains sont les mêmes, à l'exception de deux points supplémentaires sur la main droite, le foie et la vésicule biliaire. Le foie et la vésicule biliaire. Alors, ici, on va commencer par l'index. Ici. Sur cette plaque-là, angle et, alors tout l'espace que vous voyez ici en bleu, ici on peut soulager les maux de tête. Les maux de tête. Ici on soulage la fatigue du cou. La fatigue du cou. Et ici, comme vous voyez, il y a les yeux. Le pouce et l'index, il y a les yeux. Ici, l'oreille. Et ici, juste sous l'oreille, il y a le bras et le genou. Le bras et le genou. Ici, il y a les poumons. Les poumons. Ici, il y a le diaphragme. Diaphragme. Ici, il y a la rate. Estomac. Et pancréas, estomac et pancréas. Ici, il y a le genou et la jambe. Le genou et la jambe. Ici, il y a la hanche sur ce point blanc qu'on vous voyez, sur cette, juste sur cet os qu'on a ici, sur le poignet, il y a la hanche. Non, la hanche c'est ici, pardon. Ici il y a la hanche et ici il y a l'utérus prostate. L'utérus prostate, ça c'est pour les hommes. Le prostate pour les hommes et l'utérus c'est pour les femmes. Ici il y a l'aine. Juste ici, il y a la ligne de taille. La ligne de taille. Ici, on trouve la branche parathyroïde et là, la thyroïde, ici, sur le pouce. Et ici, on peut soulager aussi le cou. On peut soulager le cou dans ce point-là, sur le pouce et aussi sur l'index. Alors, ce qui est le plus sur la main droite, c'est le foie et la vésicule biliaire. Le foie, la vésicule biliaire. Yes. Hi. I hope that the reflexology method videos like understand the goal and useful to you. The important thing is that I'll point the big of the two handles are same except for two extra points in the right hand liver and the gallbladder. Liver and the gallbladder. Okay. This angel head. This angel head. Neck. Eye. Ear.
ear, lung, 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 and chest, lungs and the chest. Armis and genu, armis and genu. Distagmus, distagmus, distagmus. Stoma and the pancreas, stoma and the pancreas. Spleen, spleen. Thyroid, thyroid. Neck, this anterior neck and this anterior neck. Thyroid, parathyroid, parathyroid, parathyroid gland, parathyroid gland, waistline, your waist and prostate, your waist and prostate. Side and yep, side, yep, your waist and prostate, your waist and prostate. In right hand, liver and gallbladder, liver and gallbladder. Okay, all right. البنات ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش كبار فراسكم الناس اللي اول مره غيدخلوا يشوفوا لا فيديو ديالي او لا اول مره غيدخلوا لاشين ديالي ما يدخلوش عليا بابوني ما غيدخلوا والو غير وركوا على داك الصابوني اللي مكتوب بالاحمر وركوا على لا كلوش و باش يبقاو تصلوا دائما بكل جديد. والناس اللي عندي دائما كنقول لهم مرحبا بكم وما تندموش ان شاء الله ما نتوما معايا يعني دائما الجديد وخليوا لي كومونتير زوين كيفما العاده لي في سي فوز افي ايمي ما فيديو نوبلي با دو نوبلي با دو مي ليسي ان كومونتير ان لايك اي ا سو كي نون با انكور ابوني افيك مو سو ما شين نيزيتي با دابوني فوز الي با نو ريغريتي جيف دونت فورغيت لايك subscribe and comment. Bye.